بعد إلحاح أوكرانيا على ضرورة ضرب الأهداف العسكرية داخل الأراضي الروسية، أعرب حلفاء كييف عن السماح لها باستخدام أسلحتهم لقصف الداخل الروسي، لكن هذه الموافقة مشروطة باقتصار استخدام هذه الأسلحة على الحدود الروسية الأوكرانية، وتحديداً في منطقة خاركيف التي تواصل فيها روسيا شن عملياتها العسكرية. في رأيي هناك عنصران يمكن تسميتهما بعامل خاركيف. لماذا عاملاً؟ لأن روسيا تمكنت من تنفيذ هذا الهجوم نظراً لافتقار أوكرانيا لوسائل تدمير المعدات العسكرية على الأرض. والسبب الثاني هو عامل خاركيف، لأنه في الأسابيع الأخيرة كثفت روسيا بشكل كبير هجماتها على مدينة خاركيف، وكان يستهدف البنية التحتية المدنية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح، وهي لحماية الشعب وإلحاق الهزيمة بروسيا. يرى كثيرون أن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية ربما سيقلب موازين الحرب لصالح كييف، خاصة وأنها ستتمكن من قصف الأهداف خلف خطوط الجيش الروسي وتزيل كل ما يعوق صد الهجمات الروسية. في المقابل يقول خبراء أن التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية والقوات المسلحة التقليدية قد ردع العديد من صناع القرار الغربيين على مساعدة أوكرانيا بشكل حاسم. عامر عروق، سكاي نيوز عربية، كييف.